أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اعتزازه بالدور الفاعل الذي يطلع به عمال البحرين وأسهاماتهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، مشيدا بما يسهم به العامل البحريني من إبداع وتميز وكفاءة شهد لها الجميع في مختلف مواقع العمل والإنتاج. جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة في قصر الصافرية هذا اليوم رؤساء اتحادات وأعضاء نقابات العمال في المملكة بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام. ورحب جلالته بالجميع وهنأ عمال البحرين بهذه المناسبة، موجها جلالته الشكر والتقدير لكل عامل بحريني كرس وقته وجهده لبناء نهضة الوطن وتقدمه وازدهاره، معربا حفظه الله عن تقديره لدور الاتحادات العمالية وإسهاماتها المقدرة في الدفاع عن مصالح مملكة البحرين في المحافل العمالية العربية والدولية، والتعريف بالإنجازات والنجاحات التي حققتها في المجالات العمالية بما يعود بالخير والنفع على عمالها، منوها رعاه الله بأهمية التعاون بين المعنيين بالشأن العمالي بما يخدم مصالح عمال البحرين ويعزز الشراكة القائمة بين أطراف الإنتاج التي تسهم في خدمة مسيرة التنمية الاقتصادية. وأشاد جلالته بالمنجزات والمكاسب العديدة التي حققتها الحركة والتجربة العمالية الرائدة في مملكة البحرين لصالح كافة العمال. وأكد جلالة الملك المعظم دعم الدولة لكل جهد يسهم في توفير الحقوق والضمانات للعمال البحرينيين لما يقومون به من دور حيوي في دعم عملية البناء والتنمية. كما أثنى جلالته على جهود وزارة العمل وسعيها الدائم في سبيل تدريب الشباب البحريني وتأهيلهم لمختلف مواقع العمل وتنفيذ البرامج والخطط لإيجاد فرص العمل لأبناء البحرين لما فيه رفعة الوطن ونمائه. وأكد جلالته أن المواطن البحريني سيظل دائما على رأس أولويات الدولة وجوهر أهدافها وخططها وبرامجها التنموية، معربا عن الفخر بعطاء أبناء المملكة وإسهاماتهم الطيبة في المسيرة الوطنية وبما يتميزون به من كفاءة وإخلاص في القيام بمسؤولياتهم وحرصهم على تشريف وطنهم في مختلف المجالات والمحافل، متمنيا جلالته للجميع كل التوفيق في خدمة المسيرة العمالية في البلاد. بدورهم رفع رؤساء وأعضاء اتحادات نقابات العمال أسماء آيات الشكر ووافر التقدير والعرفان والامتنان إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم وعظيم الاعتزاز بدعم واهتمام ورعاية جلالته الكريمة لكل ما فيه خير عمال البحرين وتحقيق تطلعاتهم، مشيدين بما تحقق لهم من إنجازات ومكاسب كبيرة من خلال المشروع الإصلاحي لجلالته حفظه الله ورعاه.